ذا ماستر اوف ساسبنس، الاهلي بيعود لنغمه الانتصارات في مباراه ماراثونيه مع انبي، والاهلي بيستنى لحد الدقيقه 94 و97 علشان يسجل الهدف الاول والثاني ويفوز في اللقاء في مباراه مليانه كلام ومليانه احداث، سواء على مستوى التحكيم او على مستوى الفن للنادي الاهلي، وكلام كمان على نادي انبي. هنتكلم يعني في كل حاجه في مباراه النهارده على الاهلي وانبي وحالات تحكيميه واداء الاهلي وكل شيء. بس لو انا وصلت لك انزل اعمل لايك لحبيبك واخوك مصطفى، ولو الحلقه عجبتك ما تنساش تعمل سبسكرايب في القناه وتفعل الجرس عشان الحلقات تجيلك اول باول، او ما تنزل تجيلك انت على طول. يلا بينا نخش في الحلقه. حطني رقم واحد في القصير. الاهلي وانبي، مبدئيا لازم نحيي انبي ونحيي كابتن حلمي طولان لانه فعلا عمل مباراه كبيره قدام الزمالك، قدر يحقق الانتصار وعمل مباراه كبيره جدا قدام الاهلي، وكان قاب قوسين او ادنى من انه يفوز في المباراه، ولكن العوامل الاخيره اللي حصلت في المباراه ادت ان الاهلي يخرج كسبان من المباراه. بس على اكلمك بقى، الاهلي عمل النهارده، يعني الاهلي النهارده نفس المباريات اللي فاتت، نفس الشكل، نفس الحاجه، بس النهارده موسيماني حاول يفكر شويه. حاول يفكر بايه؟ ان هو بدا النهارده يعني في غيابات بالجمله للاهلي، تقريبا الفريق كله غايب. ياسر ابراهيم غايب، محمد عبد المنعم غايب، ايمن اشرف غايب، نص الملعب كله غايب، ديانج وحمدي فتحي والسوليه، كل الاهلي تقريبا غايب النهارده. نص الملعب مكون من قفشه ومن نبيل كوكا، وقدامهم بيلعب بحسين وطاهر وشريف، وورا الدفاع بيلعب بهاني ورامي ربيعه على البين دفاع، معلول وكريم فؤاد الكباكات يمين وشمال. الاهلي الفكره اللي كان بيحاول يطبقها ان هو يفكك دفاعات انبي. دلوقتي اي فريق بقى عارف الاهلي عشان توقفه تلعب بالخمسه 3 2 او 4 3 3 4 3، المهم تلعب بخمس لاعبين في المنطقه الدفاعيه عشان تحاول تقفل على الاهلي. فالاهلي حاول هو يلعب مثلا 4 4 2 بان هو يلعب بشريف وصلاح محسن الاثنين كمهاجمين صراح، ويلعب عليهم كرات طويله ويحاول يستغل الشيء ده، وشيء ده جربه مباراه طلائع الجيش وما ما عملش حاجه، ومباراه سيراميكا وبرده ما عملش حاجه. فكان النهارده بيحاول يعمله من جديد، ولكن موسيماني فكر في حاجه تانية. فكر ان هو لا، انا مش هلعب باثنين في العمق، انا هلعب بثلاثه في العمق. هلعب بطاهر محمد طاهر كلاعب ثالث مع شريف ومع صلاح محسن، وهخلي الاثنين اللي بيطيرين على الاطراف، حسين الشحات اللي كان المفروض النهارده يميل ناحيه اليمين شويه وبيحاول ينزل نص الملعب عشان يساعد نبيل الكوكا ويساعد قفشه، والناحيه الثانيه علي معلول هو اللي يفتح الجبهه دي عشان يحاول يعمل جبهتين ويحاول يرفع عرضيات للاعيبه الاهلي اللي موجود او الثلاثي الاهلاوي اللي موجود في منطقه العمق. دي الحاجه الاولى، او دي الفكره الاولى كان بيحاول يطبقها موسيماني. الفكره الثانيه واللي حاول يطبقها موسيماني وبصراحه من وجهه نظري ما كانتش مميزه، البالونات اللي كان بيلعبها في ظهر دفاع الانبي. انبي نوعا ما بيلعبش دفاع متاخر شويه، بيلعب دفاع متقدم نوعا ما، بيلعب ميديم بلوك مثلا. فبالاهلي بيحاول هو يسرقه في كوره طويله او كوره بالونيه اللي في ظهر المدافعين، سواء لصلاح محسن او لطاهر او لشريف، وبيحاول يستغل الشيء ده، ولكن الشيء ده ما كانش بيحصل. ليه؟ لان انا كنت قاعد بفرج على المباراه وحاسس ان النادي الاهلي المنطقه الهجوميه او لما الكوره بتوصل للاعبين المهاجمين بيبقى ارتجاليا اكتر من انه متحفظ جمل. ليه ارتجالي؟ لان الكوره لما كانت بتوصل للاعبين بعد ما الكوره توصل لهم من مثلا لما حد يلعب كره طويله في ظهر مدافعين، اول ما الكره تنزل اللاعب يبقى حافظ حاجه، يا اما هستلم وشوط، يا اما شوط على طول، يا اما استلم والف مثلا واطلع اللي جايين من تحت، دي كذا نمط. ولكن اللي كانوا بتشوفوا ان لعيبه الاهلي ارتجال، انا اخد الكره وهشوط مثلا، او اخد الكره واطلع على الطرف، او صلاح محسن ياخد الكره ويبتدي يحجز ويطلع بيها على الطرف. فبتلاقي في ارتجاليه من لعيبه النادي الاهلي في الثلث الامامي، فده اتى ان انت مش عارف توصل لجون انبي. وحتى لما توصل لجون انبي بيواجهك في حراسه المرمى جاد قدم مباراه كبيره النهارده، اشترط عليه خمس شوط اون تارجت، جاب صد الخمس كور ما عدا الجولين طبعا اللي جم فيه، فجاد عمل مباراه كبيره، والاهلي ساعده على ده لان الاهلي الرعونه الهجوميه مستمره، الرعونه الهجوميه مستمره. اه كسبت النهارده ورجعت ناخد الانتصارات، ورجعت بريمونتادا جميله وشيء مميز ان ترجع في الوقت الاول بالريمونتادا دي وهنجيلها في اخر حلقه، ولكن انت كنت النهارده مش افضل شيء، ولا شوط اول ولا شوط تاني. انت عندك اه بعض اللمسات، عندك بعض اللاعبين كانت فايقين في ارض الملعب، ولكن انت كفريق كامل مش كويس، ما كنتش كويس في مباراه النهارده. هتقول لي انا كسبان، جاي تنتقدني وانا كسبان؟ انا انتقدتك وانت متعادل، فطبيعي ان انا تبقى خسران او كسبان لازم اقول لك النقاط اللي انت غلطت فيها، لازم اقول لك النقاط اللي انت غلطت فيها، النقاط اللي انت غلطت فيها اللي انت لازم تلاقي حل، او لازم تلاقي طريقه تعرف تلاعب الخمسه 3 2 اللي الفرق كلها بتلعبك بيها. لازم، لان انت في المباراه الاخيره من بعد مباراه المصري
اي فريق بيقابلك بخمسه في الدفاع انت حرفيا بتعطل، بتحاول ترمي بالونات وبس، ما عندكش اي نمط غيره. النهارده كان في بعض اللاعبين فايقين كان بيحاولوا يعملوا ربط ما بينهم، قفشه مثلا وطاهر معلول وصلاح محسن وهكذا، ولكن الربط ما كانش بيحصل لان ده كله ارتجال، ده كله ارتجال من اللاعبين مش حاجه مدروسه. فالاهلي بيخرج الاول 0-0، وام بالناحيه الثانيه بيعمل اللي هو عايزه، بيعمل اللي هو عايزه، وفكره الارتجاليه عند هجوم الاهلي خلى ان امبي يدافع افضل. امبي بالمناسبه كان عنده مساحات كبيره في دفاعه، كان عنده مساحات في ظهر دفاعه كبيره وكان ممكن تستغل افضل استخدام، ولكن ان الاهلي الارتجاليه اللي موجوده في الثلث الامامي اتت ان انت دفاع امبي بقى افضل، بتعرف ادافع لان انت بترتجل، ما فيش جمله محفوظه، فانا هعرف ادافع عليك، هعرف اعمل زون، هعرف اقف في مكاني وهكذا. خرجت الاول 0-0 الشوط الثاني، انا كنت متخيل ان على طول موسيماني هيبدا بالتغييرات الشوط الثاني، هطلع صلاح وانزل عبد القادر، واطلع حسين وانزل تاو، او طلع طاهر وانزل تاو، وابتدي اغير الشكل وابتدي اهاجم امبي اكتر واكتر واوصل لمرمى اكتر واكتر. لكن موسيماني صبر شويه وهدي شويه على التغييرات دي، وبعد كده نزلها في الاخر، ولكن نزلها تقريبا بعد الجون بتاع امبي، لان امبي جاب الجون تقريبا في الدقيقه 70 في اخر المباراه، خلاص فاضل تلت ساعه ولا ربع ساعه، فامبي خطفك، وده اللي بيلعب عليه حلم طلال، ان انا افضل ادافع. طلعت بنقطه خير وبركه، عرفت اخطف جون من مرتده، من كره ثابته، من فاول، من ضربه جزاء كان بيها، ولكن ما جبتش جون، خلاص انا كده كده في السيف سايد، انا كده كده طلعت بالنقطه اللي انا عايزها. ده اللي كان بيلعب عليه حلم طلال، وده بالمناسبه كان ممكن يوصل لحلم طلال عادي جدا. فلما جاب الجون امبي، امبي ابتدى يدافع اكتر، بقى زون ديفنس اكتر، كان مقرب المساحات اكتر، كان مضايق الدنيا اكتر، كان خانق الاهلي اكتر، فابتدى الاهلي لعيبه الاهلي مش جوه منطقه الجزاء بقى بتطلع لبره منطقه الجزاء، عبد القادر بيطلع وتو بيطلع، فابتدى اللي جوه منطقه الجزاء ما فيش غير واحد محمد شريف، وحتى لما شريف خرج ونزل حسام حسن بقى لوحده برده. فبالتالي ان انت البالونات انت جيت في اخر تقريبا في اخر مباراه الاهلي بيرفع عرضيات بس، مش عندك حلول ثانيه، هفضل ارفع عرضيات 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 لعل وعسى تيجي جول. ده اللي كان بيعمله الاهلي صراحة. فانا شايف ان الاهلي في الدوري غريب، في الدوري غريب. هتقول لي الغيابات، لكن هقول لك يا معلم ان الغيابات دي كانت موجوده معاك، يعني اللعيبه اللي غايبه كلها كانت بتلعب معاك في ماتش طلائع، ماتش طلائع الجيش وتعادلت، لعب معاك ماتش السيراميكا وتعادلت، ودي مباراه النهارده ضد انبي. في غيابات كتير، ولكن الغيابات النهارده انا ما حسيتش بغياب مثلا، يعني مثلا في نص الملعب نبيل كوكا كان بيعمل اداء مميز، النهارده رامي ربيعه ما شممش جون ايبوكا كوره، معلول مميز، كريم فؤاد مميز جدا جدا جدا، هاني النهارده كان رجوله، لعيبه النهارده يعني في لعيبه الاهلي النهارده كتير كانت فايقه، ولكن الانماط والربط والحاجه اللي المفروض موسيماني شغال عليها ما كانتش بتحصل، فبالتالي الاهلي بيطلع شكله سيء. النهارده بالمناسبه الاجوان اللي جابها الاهلي اجوان فرديه، معلول اللي بيزيد جوه منطقه الجزاء، كوره بالعرض من حسين، ترفع عرضيه بتخبط تك تك تك، المعلول يحط الجون التعادل، الكره اللي بعدها عبد القادر بيحط كوره قويه جدا، اي لمسه تخش جون بتيجي المعلول تك الجون الثاني. فالاهلي برده فرديا يعني كسب النهارده فرديا برده مش نمط وكده. هتقول لي انت بتنتقد موسيماني؟ بنتقد موسيماني، وموسيماني مش ما فيش اي مدرب في العالم فوق النقد، انا بنتقد موسيماني في هذه المباراه، مش بنتقد موسيماني في العموم، في هذه المباراه والمباراه اللي فاتت برده انتقدت موسيماني، لان موسيماني ما بياتيش بشيء، مفيش شيء بشوفه يقول لك موسيماني شغال على الحته دي وبيحاول يطبقها، زي مثلا كان بيعمل السنه اللي فاتت. الاهلي سيء؟ كسب؟ ولكن تعالى اكلمك في نقطتين سرعة جدا. الحكم النهارده محمد صباحي النهارده ما عجبنيش تماما. في فاول الاهلي لحسين الشحات ما حسبوش، ضربه الجزاء اللي كانوا راح للفار وقعد فيها للفار، دي بصراحه انا شايفها مش ضربه جزاء وشايفها ما لمستش في ايد اللاعب، وان كانت لمست في ايد اللاعب فيها رده من رجله ورده من جسمه فبرده ما تحسبش، القانون بيقول كده، لا ما تحسبش لو الكره رده من جسم اللاعب لايده. دي حاجه. الحاجه الثانيه السبع دقايق وقت بدل ضايع، انا واحد عايز اعرف فين السبع دقايق دول، يعني السبع دقايق دول ضاعوا في ايه؟ انت حتى الفار اللي انت رحته قعدت فيه ثلاث دقايق من الدقيقه 77 لحد الدقيقه 80 بس. السبع دقايق دول كلهم في ايه؟ انا مش عارف، مفيش حارس وقع، مفيش لاعب وقع، يعني لو حتى في وقت ضايع كتير خمس دقايق بالكتير، خمس دقايق بالكتير، وانا كده بكرم الاهلي كمان او بكرم المباراه. ولكن سبع دقايق لا كانت كتير قوي، وحسيت ان في تحامل على امبي فيها، والطرد اللي طرده اللاعب بتاع امبي انا مش عارف لحد دلوقتي سببه ايه، انا لحد دلوقتي ما اعرفش سبب الطرد بتاع لاعب امبي ده ايه بصراحه. فتقول الحكم ساعد الاهلي؟ مش هقول لك بالحرف الحكم ساعد الاهلي، ولكن الوقت الضايع ساعد الاهلي،
الطرد بالتاكيد في اخر دقيقه المباراه، ولعيبه انبي ابتدت تتوتر، ولعيبه الاهلي ابتدت تدوس اكتر، ابتدت في غلطات في دفاع انبي، فجابوا الاول وجابوا الثاني وخلص الماتش. مبروك الاهلي الفوز، ولكن انا توقعي شايف لو الاهلي فضل على نفس المستوى ونفس الاداء ده في الدوري، الاهلي هيقع في مباريات جايه كتير، مش مباراه ولا اتنين، لا ممكن يقع في مباراه تانية كتير في المباراه القادمه في الدوري لو فضل بهذا الاداء. ولكن في الاول وفي الاخر مبروك لكل جمهور الاهلي على الفوز والعوده تاني للانتصارات. بقى تقريبا شهر ونص الاهلي ما بيكسبش من مباراه الاتحاد في رمضان، من بعدها خسر من المصري وتعادل مع طلائع الجيش وتعادل مع سيراميكا وتعادل مع البنك، والنهارده هو كسب قدام انبي. فمبروك لكل جمهور الاهلي العوده تاني لنمط الانتصارات. ولكن في الاول وفي الاخر تكرر شخص واحد هو رايي انا في مباراه انبي والاهلي، قول رايك انت في الكومنتس، قول لي كمان الاهلي رايك في الاهلي في الدوري، هل كلامه صح ومتفق معايا ولا مخالفني، وقول لي مخالفني في ايه وقول لي في الكومنتس. لو الحلقه عجبتك سش تعمل لايك، لو مره تشوفني اعمل اشتراك في القناه وفعل الجرس عشان الحلقه تجي لك اول باول، وابعث على فيسبوك ريتويت على تويتر. كان معاك مصطفى، اشوفك الحلقه الجايه، سلام.